تحياتي. فترة ممتازة جدا بعيشها ليفربول، صدارة، أمور ممتازة، الحال الإيجابية الإعلامية تقريبا كل صفحات الدوري الإنجليزي الآن، والإعلام الإنجليزي بتتحدث عن الحلم اللي ممكن يتحقق البريمير ليج لأول مرة لليفربول. لكن في شغلة أعتقد هي الاختبار الأخير ما بين مصداقية ليفربول ورغبته الحقيقية بجيب الدوري ويجيب الدوري. هذا الاختبار هو لما ليفربول يمر بأزمة. حتى الآن ليفربول ما مر بأي أزمة هذا الموسم. السيتي مر فيها قبل شوي، الفرق الأخرى مرت. الآن لما ليفربول يدخل الأزمة، هنا المحك، هنا الاختبار الحقيقي لقدرته أنه يجيب الدوري، لقدرته الذهنية. اللاعبين أثبتوا أنه بيقدروا يجيبوا الدوري، المدرب أثبت أنه قادر يعطي أداء يجيب الدوري، بس قدرة الفريق الكامل الذهنية ما بين جماهيره وعاطفته واللاعبين، وأنه بيشوفوا الاختبار والدوري بلش يضيع منهم، يضيعوا 4-5 نقاط مثلا ويصير الفارق نقطة أو نقطتين مع المركز الثاني، هنا الاختبار الحقيقي لقدرة ليفربول يجيب الدوري. هذه الفترة السيئة اللي لازم تيجي بطبيعتها إنها تيجي بكرة القدم إلا إذا كان موسم استثنائي مطلق، هي الفترة الآن الاختبار الأخير بالنسبة لي ما بين ليفربول ويجيب الدوري. كل المعطيات الأخرى أثبتها ليفربول، ظل هذا المعطى فقط وبنشوف نتيجته.